هو احنا بقالنا فعلا اكتر من 3 سنين بنختلف على الاداء وبنختلف على الصوت وبنختلف على الاسم وكل حاجه زادت في وقتها. يعني مثلا اخر تعديل حصل ان الصوره بتاعت ابويا دي من الصوره اللي يعني انا في الكلام طبعا من هون فيها لكن هو وكادر معين هو اختار كادر ثاني فبقيت كانوا حاطين صورتين بدل ما نبقى بدل ما نبقى حاطين كانوا حاطين لوحه واحده. دي فكره بعيد المعرض يعني مثلا دي برضه لوحه انا ممكن ما فيش حد يتكلم عليها. طيب